الإيمانية الكريمة المباركة التي نحتفل مع حضراتكم فيها في هذه اللحظات بشكل استثنائي حقيقة. في هذه اللحظات في هذا اليوم نحن هنا نستمع إلى هذه التكبيرات المباركة، تكبيرات العيد من ألسن آلاف المصلين. نعم، نحن هنا في مسجد مصر الكبير في مركز مصر الثقافية الإسلامية في العاصمة الإدارية. هذا المسجد الذي يشكل صرحا استثنائيا عظيما، ليس فقط كواحد من بين دور العبادة التي شيدتها مصر على مدار السنوات الماضية، وليس واحدا من بين دور العبادة التي أضيفت إلى دور عبادة عرفتها مصر منذ ما يزيد على 1400 سنة، وإنما نحن كذلك إزاء بناء استثنائي في كل شيء، ليس فقط واحد من بين دور العبادة كما جرت الإشارة، لكنه كذلك يعد مركزا ثقافيا حضاريا تنويريا معتبرا تقدمه مصر ليس فقط لأبنائها وإنما للعالم، كل العالم، باعتباره مركز إشعاع حضاري كما كانت مصر تاريخيا وعلى مدار عمرها مركزا للإشعاع الثقافي والحضاري والتنويري، قبلة لأهل الاعتدال والوسطية أينما كانوا، قبلة لأولئك الذين يفتشون عن صحيح الدين بوسطيته كما أنزل على نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم. نحن هنا في مسجد مصر الكبير، هذا المسجد الذي يرتفع عن الأرض بنحو 24 مترا. لكل الذين كانوا يمرون من هنا قبل سنوات وسنوات كانوا ينظرون إلى هضبة صخرية مرتفعة بنحو 24 مترا. مرت الأيام والسنوات لم تكن طويلة بحال من الأحوال، لكن الإنجاز الحضاري الذي شيد ودشن على هذه الهضبة كان كبيرا وراقيا وحضاريا وعظيما بالقدر الذي نحن معه الآن. هذا المسجد الذي افتتح تقريبا قبل نحو عام أو 13 شهرا بالتمام والكمال كان في ليلة الأول من رمضان عام 1444 هجرية في عام 2023. هذا المسجد الذي كما أشرنا آنفا لا ينظر إليه باعتباره فقط مكانا للركع السجود على أهميته، وهو الذي قدمته مصر على هذا النحو، تحتسب به أنها تقدم عملا عظيما كشأن ما قامت به على مدار هذه السنوات الماضية. إذا كنا نتحدث عن هذا المسجد في البقعة التي بني فوقها وبني عندها، فإننا نتحدث كذلك عن مساحة إجمالية تقدر بما يزيد على 19000 متر مربع، تحديدا 19100 متر مربع أقيم عليها هذا البناء العظيم الاستثنائي الكبير الذي يتسع في صحن المسجد فقط بنحو 12000 مصلي. إني ببابك مولاي، إني ببابك مولاي، إني ببابك مولاي، إني ببابك مولاي، إني ببابك قد بسطت يدي، من لي ألوذ به إلاك يا سندي. مولاي يا مولاي، مولاي يا مولاي، أقوم بالليل والأسحار ساجية، أدعو وهمس دعائي، أدعو وهمس دعائي بالدموع نادي، بنور وجهك إني عائذ واجل، ومن يعوذ بك لن يشقى إلى الأبد. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، حتى إذا جاءوها
فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم. وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين.
يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم حم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. بسم الله الرحمن الرحيم حم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو المصير. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك رب ربك وما قلى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطي ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر
وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم
علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد
وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد
وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، الصلاة جامعة. استووا اعتدلوا. استقيموا واستووا يرحمكم الله. الله أكبر، الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا، والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر، الله أكبر. سمع الله لمن حمدا. ربنا لك الحمد. الله أكبر، الله أكبر. 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 الله أكبر، الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. الله أكبر. 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 السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على حبيبه المصطفى الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. ولله الحمد. الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله وتعالى بكرة وأصيلا. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخوتي الكرام، لقد مضى شهر رمضان المعظم،
بأيامه الحافلة بالصيام، ولياليه العامرة بالقيام. وها هي ذي شمس عيد الفطر تشرق علينا من جديد، محملة بالأمل والنور والهناء والحبور والسرور. فهنيئاً لمن قبل الله صيامه وقيامه. هذا والمستفاد من رمضان عظيم بعظم الله، جليل بجمال رسول الله صلى الله عليه وسلم. والكلام في هذا ذيله طويل، وذو اللب يكفيه القليل. هلموا عباد الله إلى حراسة الطاعة وصيانة العبادة. وحراسة الطاعات وصيانة العبادات هي أهم المهمات، ولا يفقه ذلك إلا من آتاه الله الحكمة. هلموا إلى صيانة طاعتكم، وذلك بعدم الإدلال بها أو الغرور والعجب في آدائها، ثم بالاستمرار في الطاعة والمداومة على العبادة. يقول أسعد الخلق صلى الله عليه وسلم: لا يقولن أحدكم صمت رمضان كله ولا قمت رمضان كله. يقول أبو بكر راوي الحديث: فلا أدري أكره التزكية أم لا بد من غفلة. ولذا فشعار المؤمن بعد كل طاعة وأداء كل عبادة مشاهدة المنة ومطالعة عيب النفس، ثم يردد قول الله: والله خلقكم وما تعملون. ثم يكون بالاستمرار في الأداء والمداومة على الطاعة. وهذا حاله صلى الله عليه وسلم، وهذا مقاله صلى الله عليه وسلم. تقول أمنا عائشة: كان صلى الله عليه وسلم عمله ديمة، وكان إذا عمل عملاً أثبته، أي داوم عليه وواظب. وكان يقول: أكلفوا من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يمل، وفي لفظ: فإن الله لا يسأم حتى تملوا. قالت عائشة رضي الله عنها لعبد الله بن أبي قيس: يا عبد الله، لا تك مثل فلان، كان يقوم الليل ثم تركه. وهذا ما أمر به المصطفى صلى الله عليه وسلم صاحبه المفضال سفيان بن عبد الله الثقفي الطائفي حين أتاه قائلا: يا رسول الله، أوصني، قل لي في الإسلام قولا أعتصم به لا أسأل عنه أحدا بعدك. قال: قل آمنت بالله، ثم استقم. ثم استقم. لزوم الاستقامة بعد الطاعة حراسة وصيانة العبادة، وهذا عين ما أمر به الله تعالى نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم في آيتي الشورى وهود. أما في هود فقال الله تعالى: فاستقم كما أمرت. ونبينا العظيم سيد المستقيمين وسيد المرسلين، لكن الله يأمره بالمداومة: داوم يا رسول الله، واستمر على ما أكرمك الله به وأجاد وأفاد، فاستقم كما أمرت، ومن تاب معك، ولا تطغوا، إنه بما تعملون بصير، ولا تركنوا. فالتدين بين لا أين ولا تطغوا ولا تركنوا
وبعد نزول الآيات الكريمات تلاحظ للصحابة الأكابر أن شيبا على شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتقدم صديق الأمة الأعظم قائلا: يا رسول الله، نراك قد شبت يا رسول الله، على الشيب رأسك الشريفة يا رسول الله. قال: يا أبا بكر، شيبتني هود، وإذا وقعت الواقعة والمرسلات عرفا وعما يتساءلون، وإذا الشمس كورت. يا أبا بكر، شيبتني هود وأخواتها. قال القشيري رضي الله عنه: تراءى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحد الصالحين فاستجوبه قائلا: قلت شيبتني هود، فما الذي شيبك في هود يا رسول الله؟ قال: قول الله تعالى: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. هذه الاستقامة تعطي العبد نفحة جودية ومنحة ربانية، وهي حسن الخاتمة. لو تقدمت لأي لبيب زكي طاهر قلت له: ماذا تريد من الله في دنياك؟ لقال لك: العافية وحسن الختام. حسن الختام يا عباد الله لا يأتي إلا بحراسة الطاعة وصيانة العبادة. لا يزال المؤمن يجاهد نفسه بالطاعات حتى يختم الله له بحسن الخاتمة. قال أكابرنا: لقد أجرى الله الكريم عادته بكرمه أن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. ألم يقل ربنا: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة؟ وفي الحديث الشريف يقول صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبد خيرا عسله. قيل: ما عسله يا رسول الله؟ قال: يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، السلام على من لا نبي بعده. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. ثم بالمداومة على الأعمال يتحف الله عبده بأمنية الأمنيات وغاية الغايات، وهي ثبوت محبة رب الأرض والسماوات. قال الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، اللهم اجعلنا منهم، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. وفي الحديث القدسي: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها. وإن سألني أعطيته، وإن استعاذني أعذته. فيسير العبد الطائع في الدنيا من جملة الذين إذا رفعوا حواجبهم قضيت حوائجهم. اللهم اجعل عيدنا عيد سرور وفرح يا رب العالمين، على الكون كله يا أكرم الأكرمين، من الذرة إلى المجرة ومن العرش إلى الفرش، وعلى الإنسانية جمعاء، وعلى أهل مصر الطيبين وقادتها المباركين وعلمائها الميامين، وعلى حضرة زعيم أمتنا وقائد نهضتنا. ودعاؤنا من خالص قلوبنا أن يوفقه الله بتوفيقه، وأن يؤيده بتأييده، وأن يكون له نصيرا في حله وترحاله، في نومه ويقظته، في سفره وحضره. أسأل الله تعالى لنا ولكم الستر والعافية، وصلى الله وسلم وبارك على حضرة صاحب الحضرة سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.
السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية صلاة عيد الفطر المبارك هنا من مسجد مصر الكبير بالعاصمة الإدارية الجديدة الآن، ونحن نتابع مع حضراتكم هذه اللحظات بعد دقائق قليلة، بل بالأحرى بعد لحظات مما انتهت إليه هذه الصلاة التي تأتي في أول أيام عيد الفطر المبارك. هذه الصلاة التي ننقلها لحضراتكم على الهواء مباشرة بعدما أداها المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها تبعا لتوقيتاتهم المحلية، وهنا في أرض مصر وتحديدا هنا من بوابة جمهوريتنا الجديدة من العاصمة الإدارية الجديدة من هذه البقعة التي كانت شاهدا وحاضرا على ما أنجزه المصريون على مدار هذه السنوات. أولئك الذين مروا من هذه المنطقة في غضون عامي مثلا 2016 أو 2017 لم يكن يقول بخاطر أحدهم أن يتحول الأمر في غضون سنوات قليلة إلى هذه الصورة التي نحن إزاءها الآن في العاصمة الإدارية الجديدة التي بدأ اكتمال بعض مراحلها، وتحديدا نحن نتحدث عن ما أنجز فيها على أرض الواقع لكل الذين يمرون بها في هذه اللحظات ولكل الذين يتابعون جانبا مما أنجز. كنا قد أشرنا إلى أن هذه المنطقة التي نحن إزاءها الآن وهي التي ترتفع بنحو 24 مترا عن سطح الأرض وكانت هضبة صخرية لم يكن يتصور أحد أن تتحول إلى هذه المساحة الشاسعة التي تقدم خدمة لعمار المساجد وأولئك الذين يمضون أوقاتهم من الركع السجود. هذه المنشأة العظيمة والكبيرة للغاية التي يتحدث الكل ومنذ أن أنشئت منذ أن وضعت فكرة هذا البناء وهذا الصرح العظيم ألا تقتصر فقط على دورها في تأدية فرائض المسلمين من الصلوات وخلاف ذلك، وإنما أن تتحول لتكون منبرا وقبلة للفكر والثقافة وتقديم الدين القيم الدين الوسطي كما أراده نبينا صلى الله عليه وسلم من المنطلق الذي انطلقت منه مصر قبل أكثر من 1400 سنة وحتى هذه اللحظة، وهي تطلع بهذا الدور وترسيخا لهذا الدور وتفعيلا لهذه المنهجية التي أرادتها مصر على مدار السنوات الماضية. فقد جرى إنشاء هذا البناء الضخم. نحن لا نتحدث فقط عن مسجد بطبيعة الحال، وإنما نتحدث عن منشأة مقامة على مساحة تصل إلى 19100 متر مربع تقام من بينها على ثلاثة مداخل كنا قد أشرنا إليها، من فوقها قباب جرى تصميمها وفق أحدث الطرز، وهذه القباب التي جرى تصميمها وتدشينها تبعا لأحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا البناء الحديث. إذا كنا قد أشرنا إلى هذا المبنى الضخم فإننا أيضا يتعين أن نشير إلى دار القرآن الكريم، وهي واحدة من بين أبدع ما يمكن أن يرى بما تضمه من 30 إيوانا تشكل ربما كتابة واضحة للقرآن الكريم، 30 إيوانا ب30 جزءا يضمها القرآن الكريم، في كل إيوان يكتب جزء على 22 صفحة تشكل الطبعة الغالبة للقرآن الكريم أو للمصحف الشريف. إذا كنا نشير أيضا إلى حجم المنشآت التي جرى بناؤها ضمن هذا البناء الضخم والاستثنائي والفريد، فإننا أيضا نشير إلى مئذنتين ترتفعان بنحو 140 مترا لكل مئذنة. هذه المباني نحن لا نشير فقط إلى أنها المباني على مستواها المادي، وإنما كانت تعنى أول ما عنيت عندما وضعت هذه الفكرة وزرعت هذه البذرة أن تكون فكرة جوهرية قيمة رصينة لبناء الإنسان. نحن نتحدث أيضا عن هذا البناء الذي استقبل قبل أسابيع المسابقة العالمية 30 للقرآن الكريم خدمة لكتاب الله ولحفظة هذا الكتاب، هنا كانت في العاصمة الإدارية الجديدة في دار القرآن الكريم التي تشكل واحدا من بين أهم الملحقات التي يعرفها مركز مصر الثقافي الإسلامي ومسجد مصر الكبير. نحن نتحدث بطبيعة الحال عن حجم ما يمكن أن يرى بالعين المجردة لأولئك الذين يمكن أن يمروا ها هنا في العاصمة الإدارية الجديدة ليشاهدوا جانبا مما جرى ومما تحقق على مدار هذه السنوات القليلة الماضية مما يمكن أن يوصف حقيقة بالمعجزة المتكاملة التي يمكن أن ترى رأي عين. هذا الحلم الذي كان بالفعل يوصف على هذا النحو قبل عقد ونيف تقريبا بأنها رؤية قدمت من جانب مؤسسات الدولة بضرورة أن يتحول الجهاز الإداري للدولة بكل ما يضمه من مبان ومنشآت حكومية وتحديدا المقار الخاصة بالوزارات والمؤسسات الحكومية المختلفة من المنطقة الضيقة التي كانت بالفعل قد ضاقت بها محافظة القاهرة وتحديدا في وسط هذه العاصمة في وسط القاهرة ليتم البحث عن بدائل أخرى أو عن مقترحات يمكن من خلالها أن تقدم كبدائل جادة وحقيقية للتحول إلى الحي الحكومي، وهذه المقترحات هي التي صيغت في أكثر من مناسبة ووضعت ضمن تصورات مختلفة لأساتذة التخطيط العمراني، 5 مقترحات كانت قد قدمت ثم من بعد ذلك جرى الاستقرار على هذا، لكن ما تم الاستقرار عليه تحول الآن إلى واقع يعيشه المصريون في العاصمة الإدارية الجديدة. إني ببابك مولاي.